تكون الوركين متبعثي إذا استمر مع مادة ضبنية استخدمها الجنسة في ضبنية وحاجة اسمها مقدمات للصورة إذا نفترض أن تكون تطوري أو شيء هذا يجب أن نرد تسمية مع سعيد حنتوش. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا في حلقة جديدة من برنامجكم الطبي طبابة. حلقة جديدة اليوم بإذن الله، ساعة إذاعية نناقش فيها موضوع طبي كالعادة يوميا من الساعة الواحدة إلى الساعة الثانية، ساعة كاملة إن شاء الله نناقش فيها موضوع جديد، وضيف يكون معنا إن شاء الله يفيدنا في موضوعنا. واليوم بإذن الله ضيفنا حيكون من مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر، ضيف مميز. وخلونا في بداية هذه الحلقة نرحب في ضيفنا الدكتور سعد عسيري، استشاري الطوارئ بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر. حياك الله دكتور سعد، وأنا سعيد وأنت سعد دكتور، وكلنا سعداء إن شاء الله. الله يسلمك ويسعد أيامك، شاكر مقدر على الدعوة والاستضافة، وأتشرف وجودي معكم. الله يعطيك العافية، الشرف لنا يا دكتور. بداية كذا خلينا دكتور ناخذ نبذة عنك، نتعرف على سيرتك الذاتية المليئة بالإنجازات، وأكيد يتعرفوا المستمعين الكرام على اليوم إن شاء الله ضيفنا دكتور سعد عسيري. الله يبارك فيك. أنا دكتور سعد عسيري، استشاري طب الطوارئ، أيضا استشاري طب الإصابات، حاصل على عدة تخصصات أخرى في الجودة النوعية وفي إدارة المستشفيات. تشرف أنه أكون أحد الاستشاريين العاملين في مستشفى الدكتور سليمان الحبيب، وخاصة المشروع الخبر اللي هو آخر مشروع المشاريع المجموعة الطبية الرائدة، اللي دائما تحرص على استضافة المتميزين من الاستشاريين في جميع التخصصات. جميل جميل جدا الدكتور، أكيد إحنا سعداء جدا بتواجدك معنا. ونقول للمستمع الكرام أنه عنوان حلقتنا اليوم حنتحدث عن قسم الطوارئ في المستشفيات، وأيضا حنتحدث عن أبرز الأمراض المتعلقة بالجهاز التنفسي. راح نوضح يعني كيفية التعامل في مستشفى دكتور سليمان الحبيب مع قسم الطوارئ وبعض الأمراض اللي ممكن تنتشر في هذه الأماكن، بحكم أنه دكتور سعد يعني استشاري الطوارئ، وأكيد أنه عنده معرفة كبيرة جدا عن كل ما يتعلق بهذا الموضوع، فحنناقشه بتفاصيله وكيفية أنه أحنا نتعرف عليها، ونص يعني الوقاية من المرض أنه أنت تتعرف عليه وتتعرف على طريقة انتشاره وطبيعة هذا المرض وأين ينتقل وكيف يتفاعل. كل هذه الأمور أكيد حنتعرف عليها مع سعادة الدكتور سعد عسيري. قبل أي حاجة أذكركم بأرقام التواصل، هاتف رقم يعني الهاتف رقم واحد، خلينا نقول 011-21-78-585، الهاتف رقم 2-012-61-61-100. رسالتك النصية تقدر ترسلها عن طريق السيسي 85-10-40 وزين 70-13-13 وموبايلي 66-3-1. ممتاز جدا. اليوم دكتور زي ما ذكرنا حنتحدث عن طب الطوارئ، ممكن موضوع ما يكون مألوف عند كثير من الناس بحكم انه غالب التخصصات المألوفة مثلا خلي نقول باطنية، خلي نقول مثلا عيادة الأسنان، عيادة التجميل، هذه أبرز ممكن الأشياء اللي بيعرفوها الناس بصفة عامة. لكن اليوم نتحدث عن قسم قد يكون يعني غير مألوف عند كثير من الناس، لكن معرفتك له مهمة جدا، كونه انه في أمور كثيرة في حال تواجدك في المستشفى حتوقيك إن شاء الله من الأمراض بإذن الله من خلال الطرح والمعلومات اللي حنسمع اليوم مع سعادة الدكتور سعد. بداية الدكتور خلينا نتعرف على قسم الطوارئ، فين يقع قسم الطوارئ، إيش فائدته في المستشفى، إيش فكرته في تواجده في المستشفى؟ أشكرك على هذا السؤال. قسم الطوارئ، طب الطوارئ
هو الخط الأمامي، الخط الأول في أي مستشفى. العاملين في أصحاب تخصص قائم بذاته، طب الطوارئ بمفهومه الحديث نشأ عندنا في السعودية من بداية الألفين والآن تقريبا 20 سنة كتخصص قائم عالميا من الثمانينات. الناس تعتقد أنه العاملين في قسم الطوارئ هم يمكن يكونوا طبيب عام ما عنده تخصص، لا غير صحيح. استشاري الطوارئ أو الطبيب المتخصص بالطوارئ يكون حاصل على زمالة، يكون حاصل على تدريب ما لا يقل عن 3 إلى 4 سنوات، حاصل على تدريب عالي. الإخوان اللي شغالين في أقسام الطوارئ هم الخط الأمامي والأول للمواجهة جميع الحالات المرضية والتعامل معها. بداية عمل التشخيص في كثير من الحالات ترى يتم عن طريق قسم الطوارئ. الإخوان اللي في الأقسام يستلموا الحالة من طبيب الطوارئ بعد ما يتم البدء في علاجها وتثبيت الحالة إلى مرحلة الاستقرار. خاصة ما يتميز فيه القسم هو التعامل مع جميع الحالات المهددة للحياة للأطراف، وحنا نشوفها يوميا. دائما نسمع بالجولدن هاور أو الساعة الذهبية. منهم اللي يتعاملوا مع الحالات هذه هم أطباء الطوارئ، معناها حنا نتعامل الناس العاملين في الأقسام هذول نثق تماما على مستوى عالي من التدريب، وخاصة في المستشفيات المرجعية المركزية اللي لها باع طويل في هالتخصص زي مجموعة الدكتور سليمان الحبيب. حاليا الآن عندنا استشاري طوارئ الطب الكبار واستشاري طوارئ الطب الأطفال على مدار الساعة، على مدار الأسبوع، حتى في الأعياد، حتى في الويكند. الهدف منه أنه نضمن أنه أفضل رعاية طبية على أعلى المعايير أنها تقدم للمريض. المريض لما يوصل قسم الطوارئ في حالة هلع، في حالة خوف، مباشرة يتم التعامل معه عن طريق الفريق الطبي المتخصص. ممتاز. يعني دكتور خلينا نقول انه في اي مستشفى تواجد ما يتعلق بقسم الطوارئ مهم جدا، كونه زي ما ذكرت دكتور يعني من الاجزاء الرئيسيه اللي تواجد يعني تتواجد في جميع المستشفيات، هو يعني من الاشياء اللي لازم تكون متوفره عشان بتساعد امور كثيره جدا، والاشخاص اللي بيشتغلوا فيها هم اشخاص مش يعني طبيب عام زي ما ذكرت، حيكونوا برضو متخصصين في تخصصات معينه في الطب. جميل جدا. طبعا هذا في المستشفيات المتميزة اللي تستطيع تستقطب هالنوعية. النوعية هذول ترى 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 نادرين، تخصص نادر جدا عالميا، وحتى معروف في مبدأ علم الإدارة في المستشفيات. متى ما رفعت مستوى طب الطوارئ واستحوذت على الناس المتميزين ارتفع كامل مستوى الأداء في داخل المستشفى. يا سلام، معلومة مهمة جدا دكتور، وأكيد استفدنا منها. خلينا الآن دكتور نتكلم عن موضوع الأساسيات المفترض أنه تكون متوفرة فيما يتعلق بأقسام الطوارئ، ويعني تحدثنا أكثر عن الأشياء اللي بتتوفر يعني فيها في هذه الأماكن وتعتبر أساسية جدا في جميع مراكز أو أقسام الطوارئ. نعم، أقسام الطوارئ لابد أن يكون فيها، إذا إحنا نبغى نتكلم على قسم الطوارئ بالشكل السليم بالشكل الصحيح العلمي، لابد يكون في طاقم بشري من أهل الاختصاص اللي هم اللي حاصلين على شهادة طب طوارئ وعندهم تدريب في طب الطوارئ. بعد كده ننتقل للإمكانيات والتجهيزات. لابد أن يكون في قسم طوارئ أطفال وقسم طوارئ الكبار، بالإضافة لقسم طوارئ خاص ب حالات الولادة والنساء. لابد أن يكون في منطقة عزل على أساس الأمراض المعدية. لابد أن يكون في منطقة إنعاش للتعامل مع الحالات المهددة للحياة على أحدث الإمكانيات. مهم دمج الكلام هذا تحت مظلة إدارة متخصصة فيها الطب. أيضا يكون في دعم تكنولوجي لسرعة إنتاج العمل لإخراج النتائج بشكل سريع، أيضا لإيصال معلومة للمريض أيضا بشكل سريع. حركة المرضى لابد أنها تكون سلسة سريعة، نتفادى عملية انتظار مرضى فترات طويلة. كل ما انتظر المريض فترة أطول في قسم الطوارئ كل ما كانت معاناته أكبر. الهدف أنه لما يجي يحصل على الخدمة بشكل سريع، وفي الأخير تكون محصلة سليمة، ويكون المريض أو المراجع حتى لو كان الأسرة اللي معاه يكونوا طالعين من المكان وهم سعيدين ومبسوطين وحاسين
باقتناء من تقديم الخدمة اللي وجهت لهم، لأنه الفريق الأمني الطبي اللي كان يتعامل معهم على مقدرة عالية للتعامل بالحالات الطارئة. جميل. أنت دكتور تحدثت عن الأساسيات والأقسام اللي ذكرتها في الموجودة في الطوارئ، يعني ما حتتوفر في جميع المستشفيات إلا في المستشفيات المتميزة زي ما ذكرت في مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بجميع فروعه، يعني في جميع هذه الأساسيات والأقسام، وهذا يدل على أنه يعني مستشفى الدكتور سليمان الحبيب وصل إلى مرحلة من الاحترافية وطريقة تقديم الخدمة بطريقة مميزة جدا تختلف عن أي مستشفى موجود في المملكة العربية السعودية. صحيح، الآن بجميع المستشفيات المنتشرة في المملكة تم توفير استشاريين طب طوارئ للكبار وطب طوارئ للأطفال على مدار الساعة، حتى في إجازات نهاية الأسبوع في العطل الرسمية توفير أجهزة حديثة لإخراج نتائج المختبر في أقل من دقائق معدودة، أيضا توفر الخدمات الإشعاعية وتظهر نتائج عند استشاريين أشعاعات. تم استخدام أحدث وسائل التقنية، وخاصة في آخر مستشفى اللي هو مستشفى خبر، حقيقة هو مستشفى رقمي بحت على أحدث المعايير. تم استخدام حتى الذكاء الاصطناعي في آلية العمل داخل المستشفى، وهو أمر نادر في المملكة العربية السعودية. حقيقة الإمكانيات المتوفرة في هالمستشفى حاليا هي أفضل إمكانيات الطبية المتوفرة على مستوى المملكة. ما شاء الله تبارك الله، جميل جدا دكتور. أكيد حنتحدث أكثر عن موضوع الطوارئ، قسم الطوارئ ومستشفى الدكتور سليمان الحبيب، بس أستاذنك وأستاذن جميع المستمعين الكرام حنطلع هذا الفاصل القصير ونرجع إن شاء الله نكمل، خلوكم معنا على السمع. يا هلا وسهلا فيكم في الجزء الثاني من برنامج طبابة، اليوم حلقتنا برعاية مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر، وضيفنا الدكتور سعد عسيري استشاري الطوارئ بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب. كنا قد تحدثنا عن موضوع الطوارئ وبعض المعلومات القيمة في بداية هذه الحلقة، وحنتحدث أكثر إن شاء الله وحندخل في العميق شوية كمان فيما يتعلق بالأمراض التنفسية. بس قبل أي حاجة خلوني أقول لكم يعني أرقام التواصل، الرقم الأول 011-21-78-585 والرقم الثاني 012-61-61-100. رسالتك النصية تقدر ترسلها عن طريق STC 85-1040 وزين 70-13-13 وموبايلي 66-3-1. أرجع من جديد معك دكتور، وخلينا كذا أتذكر يعني الأشياء اللي أشوفها في الأفلام يا دكتور، دائما نشوف قسم الطوارئ يتعلق بالحالات اللي يعني بتلاقي مثلا في الفيلم أو في المسلسل إنه هذا تعرض لطلقة نارية مثلا فبيأخذوه بيودوه على قسم الطوارئ. هل فعلا يا دكتور قسم الطوارئ يتعلق فقط بالأشياء اللي تعتبر صعبة جدا، ولا ممكن يعني مثلا واحد يكون عنده سخونة ويدخل طوارئ مثلا؟ سؤال مهم. طبعا قسم الطوارئ يتعامل مع جميع الحالات، الحالات الطارئة المهددة للحياة والأطراف. طبعا في بعض الأحيان الحالات تكون ما هي طارئة، طبعا يتم فرزها، وفي دائما يكون في منطقة فرز وتحدد إيش طبيعة الحالات. في حالات لا، ما تحتاج أصلا قسم الطوارئ، يتم معاينتها عن طريق العيادات. ولكن موضوع الحرارة، موضوع والله شخص عنده ألم، موضوع ضيق في النفس، صح أنه لازم الحمد لله مستقر، ولكن لابد أن نشوفه في قسم الطوارئ. في كثير من الحالات اللي لربما أنه الأعراض تعتبر ناس يتساهلوا فيها، يعتقد أنه موضوع بسيط، ولكن لا، هو موضوع بالنسبة لنا مهم ولابد نشوفه. على سبيل المثال إحساس بضيق نفس، ألم بالصدر، عملية استفراغ مستمر، صداع على غير العادة، هذه الحرارة زي ما ذكرت، هذه الشغلات لابد أن نشوفها مباشرة. وأقسام الطوارئ 24 ساعة تستطيع تقديم الخدمة لمثل الحالات هذه وعمل التشخيص وأيضا البدء في العلاج بشكل مباشر. جميل. طب دكتور لما نقول يعني قسم الطوارئ دائما على طول يجي في بالنا موضوع السرعة، هل فعلا قسم الطوارئ بيكون فيه عملية سريعة في الكشف مثلا وفي الإجراءات المتعلقة بحالة الحالة الصحية للمتلقي أو للشخص اللي حاب يأخذ الخدمة؟
هذا اللي يميز قسم طوارئ عن قسم طوارئ. أقسام الطوارئ مثلا عندنا زي مثلا الآن مستشفى الخبر، أول ما تخش مباشرة يتأكد أنه ما عندك أي أعراض تدل على نسبة عدوى عالية، بعد كده يتم انتقال المريض إلى منطقة الفحص. في عندنا منطقة التدخل السريع بحيث أنه يتم فحص المريض بشكل عاجل من الطبيب من التمريض، نقيم حالته ونعرف إيش اللي هو محتاجه. في الحالات اللي هي نعتبرها نسميها مستوى الخامس اللي هي الحالات البسيطة، مباشرة يتم إعطاء المريض العلاج ويطلع. الهدف تبعنا في أقل من 30 دقيقة من دخوله إلى خروجه. تخيل من دخولك من باب الطوارئ إلى خروجك 30 دقيقة، والمنطقة يقوم عليها فريق متخصص مكون من أطباء ومكون من تمريض متخصصين في آلية العمل هذه بالتحديد. بعد كذا طبعا في بعض الحالات اللي تحتاج والله مغذيات، تحتاج مضاد حيوي عن طريق الوريد إلى آخره. أيضا سرعة الإجراء لأنه لها فريق طبي متخصص ولهم عملية ربط سريع مع المختبر ومع قسم الأشعة بآلية وتوقيت معين، بحيث أنه في خلال أقل من ساعتين يكون المريض انتهت جميع إجراءاته ونحدد هل يتم تنويم المريض أو خروجه. فطريقة السرعة في الأداء، طريقة الإنتاجية العالية، هذه يبغالها فريق متخصص، يبغالها تميز في أداء العمل لا يقوم فيه إلا المستشفيات الكبيرة صاحبة التميز اللي تستطيع تستقطب فريق العمل هذا وتستطيع توظيف وسائل التقنية لخدمة المريض. وهذا ما تم فعلا الآن في مستشفيات الحبيب وخصوصا مستشفى الخبر اللي هو آخر مشروع، لأنه تم توظيف كل أنواع التقنية الحديثة في المجال الطبي على أعلى مستوى مع طاقم بشري متميز، نتج عنه بصراحة أرقام مميزة في سرعة خدمة المرضى. يا سلام، جميل جدا. وفعلا يعني مستشفى زي مستشفى الدكتور سليمان الحبيب متميز في جميع النواحي. والآن دكتور حنتحدث عن ناحية مهمة جدا ويتميز فيها كمان مستشفى الدكتور سليمان الحبيب فيما يتعلق بوجود أطباء واستشاريين على مدار الساعة. نعم جميل، يعني حدثنا أكثر عن هذا المحور وعن الأشخاص اللي بيكونوا متواجدين على مدار الساعة، بعكس مثلا المستشفيات الأخرى اللي بنشوفها مثلا في أوقات معينة بيكونوا موجودين الاستشاريين. طبعا هذا تحدي كبير لأي منشأة صادق معاك أنك أنت تستقطب استشاريين طب طوارئ للكبار أو طب طوارئ للأطفال ويكونوا متواجدين على مدار الساعة، معناها أنه عندك أنت عدد ممتاز من هالأطباء. هذول تخصص نادر عالميا وهذا معروف، حتى في أمريكا حتى في أوروبا يوجد نقص في الأطباء هذولي بسبب ندرة التخصص هذا، وهذه معلومة يمكن كثير من الناس ما تعرفها. استطعنا بحمد الله أنه نستقطب المتميزين وأعداد مرة ممتازة، نتج عنها أنه على مدار الساعة عندنا استشاري لوحدة طوارئ الكبار، استشاري آخر لوحدة طوارئ الأطفال. الشخص اللي بيجي هو حريص أنه بيشوف استشاري، حريص أنه القرار الطبي عن طريق استشاري، وفي نفس الوقت القرار الطبي السليم الصحيح. من الأمثلة اللي تدل على آلية عمل متقدمة اللي موجودة عندنا الآن تميزنا عن الآخرين، عندنا الآن غرفة قيادة والسيطرة وغرفة عمليات داخل قسم الطوارئ، عملية ربط مع الهلال الأحمر. جميل. ربط إلكتروني بحيث أنه أي حالة تجينا مباشرة بيكون التقرير عندنا والمريض لسه في سيارة الإسعاف. ممتاز. الفريق الطبي عندنا فريق طبي تدخل سريع مكون من استشاري طوارئ وطبيب أخصائي معه وخمسة تمريض. الحالات الخطرة اللي زي كذا تيجي في سيارة الإسعاف ما يمدي يوصل عند باب الطوارئ إلا يكون الفريق جاهز لاستقباله والتعامل معه، بالإضافة لفريق متقدم في طب الإصابات، بالإضافة لفريق آخر متقدم في التعامل مع الجلطات الدماغية، والفريق الرابع اللي هو متخصص في التعامل مع الجلطات القلبية. لما أنت تتكلم على المنظومة هذه كاملة، أنت تتكلم على تميز على مستوى عالمي، وأنا يعني أشدد عليها، تتكلم على مستوى عالمي أكثر من المستوى المحلي. التميز هذا ما جاء بين يوم وليلة، جاء بعد تخطيط طويل، جاء بعد جهود عالية جدا من الإخوان في إدارة المجموعة. المرضى الآن صاروا يجدوا الفرق لما يخش قسم طوارئ في مستشفى دكتور سليمان الحبيب أو أي قسم طوارئ آخر، الفرق أصبح واضح وجلي.
أبسط مثال مستشفى الخبر الآن المعايير اللي موجودة، لأنه عندنا معايير نتابعها يوميا في آلية العمل للمرضى، الأرقام اللي وصلنا لها الآن في سرعة خدمة المريض، أعتقد أنه حنا نستطيع ننافس أي مستشفى في يعني على مستوى طب الطوارئ، وبكل وبكل ثقة وبكل فخر أيضا الحمد لله. يا سلام، جميل جدا. أيضا لاحظت دكتور أنه مش فقط على مستوى الأخصائيين والأطباء يعني كان الاستقطاب، لكن حتى على مستوى الأجهزة والتقنية الحديثة فيما يتعلق في التعامل مع الحالات الطبية المختلفة، تجهيزات تقنية متكاملة ودعم فني للتشخيص السريع وكمان الخدمة السريعة. يعني ممكن خلينا نتحدث الآن عن استخدام التقنية في مستشفى الدكتور سليمان الحبيب وتعامله مع مختلف الحالات الطبية اللي بتجي للمستشفى. تم توظيف التقنية فيما يخدم المريض. أصبح مستشفى الدكتور سليمان الحبيب الآن مستشفيات رقمية كاملة، بمعنى أنه كل شيء مربوط إلكتروني مع المريض. المريض المرضى الدكتور سليمان الحبيب كمجموعة طبية، الابليكيشن حتلقى كل شيء موجود فيه، ترتب مواعيدك، بتشوف نتائجك، تستطيع التواصل مع المجموعة باستمرار، في معلومات أخرى تحتاج تحصل عليها داخل المستشفى وأنت منوم، تستطيع تتابع نتائجك وأنت موجود على سريرك. في قسم الطوارئ أي عينة تروح أو أي طلب أشعة مباشرة حنشوفها ومتابعينها آليا داخل قسم الطوارئ بدون التواصل اللي هو المعتاد عن طريق التليفون وإلى آخره. الربط الإلكتروني بيننا وبين سيارات الإسعاف الأحمر أو سيارات إسعاف أخرى، عملية متابعة دخول المريض إلى خروجه من خلال النظام الإلكتروني اللي داخل القسم يتيح لنا متابعة دقيقة لمعرفة أي تأخير يحصل على أي مريض وفي نفس الوقت تفاديه. كثير من النتائج الآن صارت نتائج تحاليل، أقصد تحاليل دم، تعمل داخل قسم الطوارئ وفي أقل من دقائق معدودة تطلع النتيجة، بدل ما كانت النظام التقليدي تأخذ إلى ساعة ساعتين عن طريق المختبر، وهذه نقلة نوعية. نتائج الأشعة عن طريق استشاري الأشعة بيطلع التقرير في أقل من 30 دقيقة. هذا كله نتيجة يعني جهد كبير في موضوع توظيف التقنية لخدمة المريض. جميل جدا. موضوع كمان دكتور التعامل مع حالات الولادة على مدار الساعة 24 ساعة متواجدين في مستشفى الدكتور سليمان الحبيب في حال حصول يعني حالات ولادة، يعني شيء مميز بصراحة هذه الخدمة أن تكون موجودة. صحيح، فريق طبي متكامل موجود، ويعني الحمد لله الفريق الطبي المتواجد حاليا على مستوى خبرة عالية جدا للتعامل مع جميع حالات الولادة، حالات النساء، حالات حتى ما بعد العمليات القيصرية. فحقيقة احنا فخورين بعملهم لأنه نتائجهم رائعة، وحتى رضا المراجعين نلمسه أيضا. جميل. يعني الحديث عن أبرز الأشياء الموجودة في مستشفى الدكتور سليمان الحبيب متواصل وكثير جدا. ممكن حتى من ضمن الأشياء اللي أنا اطلعت عليها موضوع التعامل مع الحالات القلبية والسكتات الدماغية وكمان ما يتعلق بالكسور والإصابات، كل هذه الأمور بيتعامل معها مستشفى الدكتور سليمان الحبيب، وموجود فيها يعني أفضل الأخصائيين والأطباء في هذه المجالات المختلفة. يعني أنت بتسلم نفسك لأشخاص يعني ثقة في مكان ثقة، وبتروح لمكان إن شاء الله هيعتني فيك العناية الكاملة، وشيء جميل أنه يكون في عندنا في بلدنا مكان زي هذا تثق فيه وتثق في جميع العاملين الموجودين فيه، كون هذول الأشخاص يعني مش بسيطين، يعني ناس إنجازاتهم المحلية والعالمية مميزة فيما يتعلق في تخصصاتهم الدقيقة. فهذا شيء مميز وفخر من يعني المفاخر اللي نفتخر فيها في المملكة العربية السعودية، وجود مثل مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بجميع فروعه في مختلف المناطق. جميل دكتور، استأذنك حنطلع هذا الفاصل القصير، وأكيد ما حنطول، نطلع هذا الفاصل ونرجع، خليكم معانا على السمع.
ويا مرحبا ومسهلا فيكم في الجزء الثالث من برنامج طبابة، وحلقتنا اليوم عن قسم الطوارئ في مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالتحديد نتكلم عنه، وبصفة عامة عن أقسام الطوارئ، ونتحدث الآن عن أبرز الأشياء الموجودة في هذا القسم. دكتور حياك الله من جديد. خلينا الآن دكتور نتحدث عن المعايير المعمول بها عشان نقدر نرفع مستوى جودة الخدمة والسلامة للمرضى اللي بيجونا لقسم الطوارئ، ويعني نوقيهم من ما يتعلق بالعدوى. موضوع العدوى موضوع مهم، لأن أقسام الطوارئ دائما تكون مزدحمة. أقسام الطوارئ هي تبقى الخط الأمامي للتعامل مع جميع الحالات. صحيح. عندنا آلية فرز من دخول أي مريض مع باب الطوارئ، نتأكد أنه ما عنده أي مرض معدي. أي شخص يكون عنده مرض معدي يثبت للفريق الطبي أو حتى اشتباه يتم التعامل معهم في منطقة أخرى. طبعا كل أقسام الطوارئ عندنا في مجموعة دكتور سليمان الحبيب في منطقتين، منطقة للأشخاص اللي ما عندهم أي مرض معدي أو حتى اشتباه مرض معدي، والمنطقة الثانية اللي عندنا اشتباه. طبعا اللي يثبت أنه في نسبة اشتباه عالية هذه تكون في منطقة فرز، عفوا منطقة عزل خاصة فيهم. الحالات المستقرة الثانية يتم التعامل معهم عن طريق عيادات أمراض الجهاز التنفسي والأمراض اللي تكون نوعا ما فيها اشتباه عدوى. الهدف أنه ما يعني يكون في نسبة يعني لو نسبة ضئيلة جدا ما نأخذ فيها أي مخاطرة أنه نقل عدوى من مريض إلى مريض آخر. بالإضافة استخدام الأدوات المعقمة، عملية التعامل مع الحالات المعدية بسرعة وعملية تنويمهم، سرعة البدء في بدء العلاج مع الأمراض المعدية والتعامل مع جميع المضاعفات الخاصة فيها. الفريق الطبي للأمانة يعني على مستوى عالي من فهم الأمور هذه وتدريب عالي، متمرسين بشكل يومي، وأيضا يتم التعامل مع جميع الحالات باحترافية عالية. يدعمهم فريق متمكن من قسم مكافحة العدوى يوميا في متابعة لمستوى أي حالات عدوى داخل أقسام الطوارئ وكيفية التعامل معها. وعندنا تعامل بصراحة وثيق وبناء بيننا وبين الأخوان في وزارة الصحة بخصوص موضوع الأمراض المعدية. جميل. كمان تحدثنا دكتور قبل الفاصل عن موضوع سيارات الإسعاف وربطها مع المستشفى وتشخيص الحالة أثناء النقل وتقديم الخدمة المناسبة. ما أعرف إذا هذه التقنية كانت موجودة يعني من قبل أو أنها تقنية تعتبر حديثة، ياريت كمان نتكلم أكثر دكتور عنها ونوضحها للمستمعين كيف طريقة يعني التعامل معها. هل في مثلا جهاز في المستشفى بتوصل له مثلا رسالة معينة؟ كيف طريقة تفاعلها مع السيارات الإسعاف؟ طبعا جميع سيارات الإسعاف موجودة عندنا تم ربطها مع غرف العمليات اللي موجودة عندنا، وتظهر على خريطة داخل غرفة العمليات يتم تتبع سيارة الإسعاف، يتم توجيهها من فريق موجود ومتخصص من المسعفين على مستوى عالي من التدريب، يقودهم طبيب متخصص في طب الطوارئ. الفريق اللي موجود داخل سيارة الإسعاف يأخذ توجيه من غرفة العمليات لو حالة المريض تدهورت ومحتاجة تدخل طبي. أيضا أجهزة تخطيط القلب داخل سيارات الإسعاف تم ربطها مع أقسام الطوارئ بحيث أنه ينعمل التخطيط ويتم إرساله للفريق الطبي لاتخاذ القرار الطبي بشكل سريع. هذه يعني أحد النقلات النوعية باستخدام التكنولوجيا اللي نتميز فيها عن الآخرين. أيضا عملية الربط ما بين سيارات الإسعاف الخاصة بالأحمر أو قطاعات أخرى أيضا معنا، بحيث أنه يكون في سرعة في معرفة الحالة ونوعية الحالة الطبية وبالتالي تجهيز الفريق الطبي المناسب واتخاذ الإجراء السريع. هذا كله تميز موجود عندنا ما هو موجود عند أي مستشفى في القطاع الصحي على سائر منطقة دولتنا الحبيبة. جميل جدا. طب دكتور لو أبغى أطلب مثلا سيارة الإسعاف الخاصة بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب، هل يتم التواصل معها بنفس الرقم المعروف عند الإسعاف؟ لا طبعا، بالنسبة للحالتين طبعا حالات النقل المنزلي نوعين، حالة مهددة للحياة الحالات الطارئة والناقل الرسمي فيها
هو الهلال الأحمر. الحالات المستقرة بمعنى أنه شخص عنده موعد تنويم محتاج والله يروح للعلاج الطبيعي، شخص مقعد، الحالات هذه احنا ممكن ننقلهم وعن طريق سنترال أي مستشفى يتم إيصالهم بغرفة العمليات الموجودة اللي عندنا، يتم توفير فريق طبي ويأخذوا المريض ويودوا لأحد المستشفيات دكتور سليمان، كان للمواعيد، للغسيل، للكلوي، للتنويم، للعلاج الطبيعي. تعرف بعض الأحيان المرضى المقعدين شفاهم الله عملية نقلهم تكون صعبة، والأمانة يحتاج بعض الأحيان فريق طبي عمل لنقل المريض بالشكل الصحيح خاصة إذا كان مع أجهزة طبية صحيح. فوفرنا الخدمة هذه قريبا يعني خلال الشهرين اللي راحت، والآن الخدمة موجودة وعلى أرض الواقع، والحمد لله كثير من المراجعين استفادوا منها واستحسنوا كثير الخدمة هذه، لأنه فعلا إحنا نبغى نوصل مرضانا حتى في بيوتهم. يا سلام، جميل جدا، زي ما يقولوا يعني أهل الدمام شغل عدل ما شاء الله تبارك الله، شيء جميل جدا دكتور. على فكرة الخدمة هذه حتى موجودة في الرياض بالمناسبة، أي بس في الخبر حتى في متوفرة في الرياض أيضا. ممتاز، اللي هو فرع مستشفى الدكتور سليمان الحبيب في الرياض. عندنا 4 مستشفيات، ولكن غرفة العمليات مباشرة يتم التواصل من خلالها أو عن طريق أي قسم طوارئ يتم توفير الخدمة عن طريق فريق العمل اللي موجود هناك. يا سلام، جميل جدا. وهذول الموجودين في غرفة العمليات متواجدين لمدة 24 ساعة يعني على مدار الساعة على مدار السنة. طبعا دورهم عملية توجيه سيارات الإسعاف، مراقبة الحالات اللي يتم نقلها، يعني حتى لو أنت بتنقل حالة من مستشفى لمستشفى داخل مجموعة الدكتور سليمان الحبيب برضو المريض خلال انتقاله بسيارة الإسعاف تحت مراقبة طبية وتحت المتابعة، توظيف التقنية في هالمجال فعلا حريصين انه مستوى السلامه والرعايه الطبيه على افضل جوده نوعيه تكون متواجده حتى في خلال النقل. فوجودهم على مدار ال 24 ساعه الهدف منه سرعه اتخاذ القرار الطبي، وضع المريض في الاتجاه الصحيح، ايصال المريض للمكان الصحيح. فعلا يعني استخدام التقنيه فيما يتعلق بالطب والحالات الطبيه شيء مميز جدا، وهذا بصراحه خلينا نقولها كذا على الهواء أنه يرفع المنافسة مع المستشفيات الأخرى، كون مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بيقدم خدمات راقية وبتتعلق بالتقنية، تواجد التقنية في خدمة الحالات شيء يرفع فعلا المنافسة، وبيخلي حتى المستشفيات الثانية اللي حابة تدخل في السوق بتنافس، يا أما بتنافس مستشفى الدكتور سليمان الحبيب أو إنها حتكون أقل منه. فشيء جميل جدا أنه نشوف مستشفى ومنشأة صحية بتقدم خدمات عالية الجودة مميزة جدا. أنا بصراحة أشكرهم على الخدمات اللي بيقدموها، وفعلا شيء رائع ونفتخر فيه كلنا. طيب على فكرة حتى يعني عفوا للمقاطعة، يعني المريض لما يطلع من عندنا دائما يتم تزويده برسالة نصية تجي على جواله، على أساس في بعض الأحيان يكون عندك استفسار عن الدواء، عن حالتك المرضية، والله طرح شيء، تغير شيء، ترى نفس الشيء الخدمة هذه متاحة للمراجعين المرضانة. الهدف أنه يعني التواصل بيننا وبينهم يكون على مدار الساعة، ففي رقم يجيهم في الرسالة النصية يستطيع من خلاله التواصل، هذا عن طريق غرف العمليات اللي موجودة في أقسام الطوارئ، ويتم إيصالهم بالاستشاري اللي موجود داخل قسم الطوارئ على مدار 24 ساعة، حيث أنه يقول والله أنا مثلا الحرارة والله ما تحسنت، جالس أستخدم الدواء إيش ممكن أعمل، أو صار معي طفح جلدي بعد ما استخدمت الدواء، فيجد الرعاية الطبية مستمرة معه بعد خروجه من قسم الطوارئ. إحنا ما ننقطع عن مرضانا، وبالتالي هذا جزء من هدفنا إنه يكون تواصلنا مع المريض باستمرار. بصراحة دكتور هذا ما يطلق عليه بمصطلح إحسان، وفعلا أحسنتم مراتب الدين الإسلامي اللي هي الإسلام والإيمان والإحسان. أنتم فعلا دكتور طبقتم معنا ومصطلح الإحسان فيما يتعلق بالخدمات الطبية، فشكرا جزيلا لكم الاهتمام والتواصل مع المريض، شيء تشكرون عليه، وفخورين جدا بتواجد منشأة زي منشأة الدكتور سليمان الحبيب في مملكتنا الحبيبة، وهذا بصراحة هو اللي حيرفع المستوى فيما يتعلق بالمنافسة الطبية وخدمة المريض، وهو هذا الهدف الرئيسي من وجود
منشأة زي منشأة الدكتور سمان الحبيب إنه إحنا بنخدم المريض بأفضل خدمة، بنقدم لك جودة عالية، بنقدم لك طبيب استشاري أخصائي متميز، فأنت في أيادي أمينة بإذن الواحد الأحد طبعا أكيدا. وشيء فخر نفتخر فيه بصراحة. أذكر المستمعين الكرام برقم التواصل للمشاركة معنا 011-217-8585، الرقم الثاني 012-616-1100، رسالتك النصية عن طريق السيسي 85-1040 وزين 70-13-13 وموبايلي 66-3-1. نطلع هذا الفاصل ونرجع إن شاء الله نكمل الجزء الأخير. خلوكم على السمع مع إذاعة ألف ألف. هلا وسهلا فيكم في الجزء الأخير من برنامج طبابة، ومع ضيفنا اليوم الدكتور سعد عسير استشاري الطوارئ بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر. أرحب فيك من جديد دكتور سعد. الله يحييك. الله يبقيك دكتور. خلينا كذا ختاميا في الدقائق الأخيرة من البرنامج نتحدث عن موضوع طب الطوارئ، بداية لكل الأشخاص اللي حابين مثلا في تخصص الطب يعني وحابين يتخصصون في هذا المجال بالتحديد، ففين خلينا نقول الطريق اللي ممكن يتوجه له عشان يقدروا يدخلوا هذا القسم أو هذا التخصص؟ طبعا التخصص هو عن طريق الزمالة السعودية في الهيئة السعودية للتخصصات الصحية. بعد مرحلة البكالوريوس في كلية الطب أو عن طريق إكمال الدراسة في بعثات خارج السعودية، ولكن الحمد لله الزمالة السعودية في طب الطوارئ مدتها 4 سنين على أعلى المستويات، يعني يضاهي مستوى الزمالة في كندا وفي أمريكا، قائم عليه أساتذة في مجال طب الطوارئ، لهم باع طويل في مجال التدريب ومجال التعليم الطبي. جميعا صراحة نفخر فيهم، والمخرجات اللي موجودة من برنامج الزمالة السعودية لطب الطوارئ مع مرور الوقت أثبت تميزه بوجود استشاريين طب طوارئ سعوديين على مستوى عالي، قدموا أبحاث في مؤتمرات عالمية على مستوى عالي، جوائز أيضا متميزة. فأنا أنصح صراحة زملائي اللي بيتخرجوا من كلية الطب الآن أو على وشك التخرج بالتوجه لطب الطوارئ، لأنه تخصص نادر مطلوب، البلد محتاج له وفي نقص كبير، وفعلا أنا أعتقد أن المجتمع بحاجة كبيرة لهذا التخصص. يا سلام ممتاز دكتور. أنا كمان من خلال هذا المنبر وبرنامج طبابة بالتحديد بشوف دائما يعني أطباء بيجونا كضيوف، وفعلا نفخر يعني فيهم، أطباء سعوديين متميزين في مجالات مختلفة. مثلا دكتور نوف في التصوير الجزيئي قبل فترة صدفنا، يعني تخصص نادر جدا ومميز ما شاء الله، فاهمة في شغلها، وفي تخصصات كثيرة يعني على مستوى المملكة بصراحة. دائما حتى نسمع ونقرأ في الأخبار نشوف الطالب الفلاني يتفوق في مجال كذا كذا، يحقق مرتبة الشرف الأولى. يعني أنا أشكر بصراحة كل سعودي اشتغل واجتهد وحاب يرفع اسم بلاده، إحنا نفخر فيك وواصل وكلنا معاك. الله يبارك فيك، وإحنا كمان فخورين في جميع الأطباء السعوديين في جميع المجالات، دائما هم محل فخر لنا. فعلا جميل. طيب دكتور كمان خلينا نتحدث عن ما يتعلق قسم الطوارئ في مستشفى الدكتور سليمان الحبيب، كشخص موجود في هذه المنشأة وقريب من هذا القسم، كيف ترى وتقيم هذا القسم في مستشفى الدكتور سليمان الحبيب؟ القسم أنا فخور بانتمائي له، فخور بانتمائي المجموعة الطبية اللي دائما تبحث عن التميز، دائما تبحث عن أفضل معايير السلامة الطبية، دائما تبحث عن أفضل معايير الجودة النوعية. والدليل المجموعة الطبية حصلت على جوائز وطنية في مجال الجودة النوعية ومجال السلامة الطبية، وما أخذت الجوائز هذه من إفراد. الأمر الثاني، أقسام الطوارئ اللي نفخر فيها الآن، سرعة الإنجاز للمرضى، سلامة القرار الطبي، توظيف التقنية، دائما الحرص على
رضا المريض والوصول فيه إلى أفضل مستويات الرعاية الطبية المعايير العالمية. الحمد لله نفخر منه عدد كبير من المرضى اللي وصلون لنا في حالة مهددة للحياة، كبار أو أطفال تم إنقاذ حياتهم. كانت قصص نجاح صراحة تأثر القلب لما نيجي نشوف مريضنا اللي دخل عندنا في حالة كانت سيئة وبعد فترة لقيناه يجي يمر ويشكر ويسلم، شعور لا يوصف. جميل. أنت لما تكون في بيتك ولا سمح الله عندك طفلك تعبان آخر الليل، في خلينا نقول في حتى في وقت إجازة رسمية، أنت ودك أنك توصل لمكان تجد فيه استشاري يتعامل مع طفلك، يقدم أفضل رعاية طبية ويضع طفلك ويضعكم في الاتجاه الصحيح بما يسر قلبكم. الكلام هذا تجده عندنا في أقسام الطوارئ. هذا شيء نفخر فيه، وللأمانة يعني جميع المعايير على مستوى عالي، طاقم طبي متمكن. دائما نحرص على موضوع عدم انتقال العدوى داخل القسم، ويكون في مسارات محددة للحالات اللي يكون فيها عدوى بعيدة عن باقي المرضى حتى لو كان في ازدحام، ودائما نبحث عن أنه ما يكون في ازدحام في أقسام الطوارئ، لأنه نحرص على آلية عمل تكون شرسة في تحرك المرضى، وهذا الحمد لله ما هو موجود ويميزنا عن الآخرين: السرعة، الجودة العالية، السلامة الطبية، والقرار الطبي صحيح. رائع جدا يا دكتور. خليني بس استفسر منك دكتور في آخر سؤال كذا، أنا اليوم طالع الباحة دكتور والأجواء هناك باردة، فيقول لك دائما أنه الأجواء الباردة بتجيب يعني العدوى أو بتخلي العدوى تنتشر يعني، فهل فعلا هذه المعلومة صحيحة دكتور؟ لا، هو تغير الجو دائما يثير الجيوب الأنفية، التهاب الحلق، التهاب اللوز، بعدين بعض الأحيان في بعض المرضى اللي يكون عندهم أصلا تاريخ مرضي سابق لالتهاب الشعب الهوائية أو الربو، طبعا هذا بيثيروا عليهم. فدائما ننصح بعملية أنه الواحد يبتعد عن المناطق اللي يكون فيها تيار هواء بارد. إذا كان منطقة باردة لابد يكون لبس جيد. أنا أعتقد بعض المرضى اللي يكون عندهم ربو في نوع من أنواع البخاخات لازم تكون موجودة معهم، زي ما أنت عارف الشعب الهوائية. في بعض المرضى اللي يكون عندهم التهاب مزمن للجيوب الأنفية وعارفين أن الفترة هذه دائما تزيد عن حبوب اللي هي خاصة بموضوع الالتهابات للجيوب الأنفية تكون موجودة معهم عند اتقانهم في السفر. أخيرا عملية التواصل المستمر مع طبيبك الخاص فيك اللي هو خاص بالأمراض المزمنة هذه، أنا أعتقد أنه جزء كبير من العلاج، لأنه دائما الوقاية خير من إطار علاج. يا سلام يا سلام يا دكتور. يعني كذا تنصحني قبل ما أطلع الباحة دكتور البس مزبوط عشان الجو لا يصيبك شيء إن شاء الله بإذن الله. أيوة، أمر علينا، خلينا نطمن عليك ونعطيك اللي أنت محتاجه من أدوية قبل ما تطلع. الله يسعدك دكتور. جميل جدا. زي ما ذكرنا يا جماعة اليوم تكلمنا عن قسم الطوارئ في مستشفى الدكتور سليمان الحبيب، وتعرفنا على التقنيات وعلى الأطباء اللي بيكونوا متواجدين فيها على أعلى المعايير وأفضل المواصفات المستخدمة في علاج المرضى. شيء جميل جدا، مفخرة من مفاخر الوطن، ونشكر بصراحة مستشفى الدكتور سليمان حبيب. نشكرك أنت يا دكتور سعد عسيري على وجودك معنا وإثرائك لهذه الحلقة بالمعلومات القيمة والجميلة، وسعيد أني أنا كنت معك في هذه الحلقة يا دكتور. الله يسلمك، أنا تشرفت بوجودي معكم، سعيد جدا. تحياتي لك ولجمهورك، وحقيقة الحوار كان شيق وأخذنا الوقت بسرعة، ولكن أتمنى أنه أفدناكم وأعطيناكم معلوماتكم مفيدة للجميع. نشكرك دكتور، فعلا أنت أفدتنا، والمستمعين الكرام أكيد استفادوا من المعلومات المطروحة في هذه الحلقة. اللي حاب يراجع المعلومات أو لحق على نص الحلقة وحاب يطلع عليها تقدر تشوفها في اليوتيوب على حساب الإذاعة، اكتب في محرك البحث ألف ألف أو طبابة ألف حتلاقي موجود البرنامج، تدخل وجميع الحلقات موجودة. بمجرد سماعك لهذه الحلقة في اليوتيوب حتسمع جميع الطرح وتستفيد من سعادة الدكتور سعد عسيري. هذه تحيات مخرجتنا اليوم هالة منصور، وأنا أخوكم سعيد حنتوش من خلف المايك. نشوفكم إن شاء الله الأسبوع القادم، حلقات جديدة، ضيوف جدد إن شاء الله، ومعلومات طبية جديدة. استودعكم الله، في أمان الله.